يسعد أوقاتكم من جديد. طبعا في فقرة يا هلا لضيفنا الثاني دائما نحاول نتناول المواضيع من كافة الجوانب. اليوم كثير تحدثنا عن موضوع الكورونا لكن ما تناولناها من جانب معين اللي هو الكورونا والأطفال. راح نتحدث عن هذا الموضوع بطريقة مفصلة وبكافة الجوانب، وهي كيف هي سبل الوقاية وما أهم الأشياء والفيتامين اللي يحتاجها الطفل في سبيل الوقاية من هذا الوباء، مع الدكتورة زينة القراولي باحثة في مجال الطفولة وأيضا سفيرة الطفولة في العراق. يا مساء الخير والعافية دكتورة. مساء الخير دكتورة. أهلا وسهلا بكم. طبعا بداية كل يوم شغل الشغل العالم، وأكثر مواضيع يتم أنه إحنا نطرح على البعض الأسئلة وكل مواقع التواصل الاجتماعي وكل الأخبار اللي تم تداولها، لكن غيبت الكورونا وعالم الأطفال. نعم أكيد. وأكثر التفاصيل ذكرت في البداية أنه الأطفال ما يتم إصابتهم بفيروس كورونا. نعم أكيد. طبعاً شكراً لاستضافتي وقبولكم لهذا الموضوع واهتمامكم به. موضوع الطفولة هو موضوع جداً مهم. أولاً عندنا الأطفال حالياً بالمنزل، أكيد بدأوا يتوترون، ما يعرفون شنو اللي يصير. فجانب مهم الأهل أنه يعني يحاولون يعلمون الطفل، يفهمون شنو اللي يصير. يعني من حق الطفل أنه يفهم أنه هو ليش قاعد بالبيش، ليش مو بالمدرسة، ليش مو ويا أصدقائه. وأيضا لابد أنه يطمنوا الأهل أنه هاي خلاص فترة وراح تنتهي، أنه راح يرجع هذا كله وراح يرجع للمدرسة. أكيد هسه هواية من الأهل دي يلاحظون أنه الأطفال بدأت تتغير تصرفاتهم، بدأ يصير شوية وكاحة، حركة، العناد. فبدل من يعني يمارس الأنف ضد الطفل أو يصيح عليه، بالعكس يحاول يتقرب من عنده، يهديه المفروض، يحاول يشغل يومه. هذا اللي كان يروح المدرسة ويلعب ويا أصدقائه، مفروض الأهل هذا دور جدا مهم لهم، أنه يسوون جدول وقت. يعني الوقت اللي كان يروح به للمدرسة مثلا ممكن يسوون إعادة تنظيم هيكلية حياة الطفل. أي نعم بالضبط. فممكن الصبح يسووا له واجبات بيتية، وإذا الطفل عنده اهتمامات مثلا الرسم أو يسووا له فد ألعاب، المهم أنه يقعد على ميز ويقعد يسوي فد شغل معين، رياضيات خصوصا الابتدائية. يعني لابد حتى لا ينسى، خصوصا صف أول وثاني ابتدائي، هذا استوى دي يتعلم الأحرف واستوى دي يتعلم جدول الضرب. زين، بما أنه إحنا سب فيروس كورونا، نعم دكتورة، تشوفين أنه أغلب الأطفال دي يلعبون بالشارع. نعم. يعني هاي المسؤولية تقع على عاتق من تقع على عاتق العائلة. زين، اليوم نقول إنه مثلا العائلة هي مواصلة بمرحلة من الدراسة ومرحلة من الوعي ومرحلة من الثقافة. نعم. اليوم شلون احنا نقدر نوجه هاي العائلة؟ نعم. يعني بالحفاظ على أولادها، يعني ممكن إنهم يكونون أخطر الإصابة، إنه طلعت إنه 6 أشهر وشهرين و3 أشهر إنه من الأطفال اللي تم إصابتهم بكورونا، حتى اليوم النساء الحوامل كذلك. نعم أكيد. هو حتى لو مو دور الأهل، دور الإعلام، إحنا نخلي دور للإعلام مهم بالبرامج التلفزيونية. يعني حقيقة هو برنامج اللي تقومون به الآن هو هيساعد الكثير من الناس، راح يشوفون هذا البرنامج وراح يتقربون أكثر من أطفالهم، وراح يمنعون أطفالهم من الذهاب يعني إلى الشارع واللعب. فيعني لهذا أنا أكرر الإعلام إلى دور مهم بتثقيف وتوعية الناس اللي ما مكملة دراسة أو ما عندها وعي معين. وكذلك يعني الطفل ايضا راح يتعلم من التلفزيون. زين، اللي ما يتابع التلفزيون بهاي الحاله شلون اوصل للطبقات المتدنيه؟ انا اليوم ما عندي تلفزيون بالبيت، راديو. انا قاعد بالها، حتى اليوم الراديو جوزاني ما عندي راديو، انا اوصل لادنى مستوى. يعني اليوم هل هناك في الدورات الاحياء الفقيره، اي يعني بالذات مثلا زيارات ميدانيه لهاي الاحياء الفقيره، انه نتعرف على واقعهم المعيشي، نثقفهم ونعلمهم انهم مثلا هذا الشيء صح هذا الشيء غلط. يعني يوم فيروس كورونا يوم هو مو فقط اليوم في مناطق شعبيه. نعم. لكن يوم حتى الاحياء النائيه اللي هي ما توصل لها جزء السيارات هو موجود. نعم. اليوم هل هناك فرق تطوعيه انه ذهبت لهذيك المناطق من اجل التوعيه؟ هذا موضوع مهم ايضا. ممكن تبدي الفرق التطوعيه نشاطاتها بهذا المجال اللي هو توعيه ضد كورونا، حتى يعني هي هاي المناطق اصلا تضررت، يعني اغلبيتها فقراء وأيتام. يعني أنا أعرف هواية ناس بدت هسه الفرق بدت تتحول تودي مساعدات. يعني أنا من الناس، فريقي نحن نساعد. البارحة وأول البارحة بدأوا يوزعون المناطق الفقيرة الحليب وهاي الأمور. يعني
تثقيف وتوعية، بالإضافة إلى أنه يصير توزيع الاحتياجات. يعني هاي المناطق مو بس مجرد أنه ما يعرفون بكورونا، هم وضعهم جدا تعبان. حضرتك ذكرتي أنه البارحة تم بحملة توزيع أهم الاحتياجات للأطفال. كون أنه أنت سفيرة الطفولة العراقية، اليوم مدى اهتمام الحكومة وكافة المؤسسات الخيرية الحكومية والأهلية بجانب الطفولة في العراق، وما هي نشاطاتهم بهذه مع كورونا تقصدين؟ بصراحة جانب جدا ضعيف، فلهذا أتمنى وهاي مناشدة لجميع المنظمات المجتمع المدني وإلى اليونيسف أيضا، يعني أنه يكون لهم دور مع أطفال العراق في كورونا، برامج توعوية تثقيفية، بروشورات، يعني ضروري جدا في هذا الوقت. حتى فرق دورية لزيارة كافة المناطق، حتى الأحياء من الطبقة الجيدة والمتوسطة والأدنى من ذلك، اليوم يحتاج أنه هذه الفرق الدورية اللي تم التطويع بها حتى يقدمون المساعدة اليوم للأطفال، اليوم أيضا راح تحفزهم، اليوم راح تدعمهم، يعني الثواب يعني اليوم راح يحصلوا. احنا أيضا مقبلين على رمضان، بإمكانهم أنه يقدمون الأشياء الآن لأنه إحنا بأمس الحاجة إلها. مكافأة الأطفال اليوم مثل ما ذكرتي قبل قليل بالكلام، أنه الأطفال عندهم طاقة وكمية من الطاقة هائلة اليوم دا تطلع بها بسلبية داخل المنزل. اليوم حتى اللي يحافظون على أطفالهم داخل المنزل، اليوم أيضا هذا الموضوع حتتعب نفسيتهم، حتضعف مناعتهم. مدى خطورة اليوم فيروس كورونا على الأطفال؟ طبعا بالبداية كانت البحوث تشير أنه الأطفال أقل إصابة بالكورونا، لكن الآن في شهر مارس لا، تغيرت، خصوصا بعد ما ظهرت حالة طفل حديث الولادة 30 يوم بالصين أصيب بكورونا، فبدأ يعني تتغير هاي المفهوم والنظرية، وبدأت البحوث تتوجه نحو أنه لا، الطفل بالعكس أكثر ممكن يصاب بكورونا، لأن جهاز المناعي بعد ما مكتمل عنده، أو حتى إذا يعني ممكن يصاب ما تظهر عليه الأعراض مثل الكبار، يعني الجهاز المناعي يكون أقل ضراوة من الجهاز المناعي عند الكبار، يعني ممكن يكون حامل للمرض ويصيب كل العائلة. يعني الأطفال هم حاليا الدراسات كلها تقول أنه أكثر فئة ممكن تحمل وتنقل كورونا. طبعا دكتور اليوم مو فقط الاعلاميين والفنانين انه طبقوا حمله تخليك بالبيت، اليوم حتى الاطفال لهم دور اساسي، انه شاهدنا بعض المقاطع، بس خلي نروح نشوف احنا وياك كذلك المشاهد يشوف الحمله وخليها نرجع. طول احبابك خليك بالبيت، ومن نحتاج تطلع البس جفوف وكمامات، ومن ترجع للبيت غسل ايديك وحطهم على مود لا يجيك هذا الفيروس. حافظ على صحتك دائما، أكل دائماً أشياء مفيدة على مود لا يجيك هذا الفيروس. باي. أطر أحبابك أبقى بالبيت، ومن تريد تطلع البس جفوف وكمامات، ومن ترجع غسل إيديك وعقم وأحبكم. باي. My name is Jude, okay? My name is Jude. Yeah, I'm talking about the coronavirus, okay? Okay, we don't want germs in our body and don't touch anybody, yeah? We don't want to be sick or have germs in your body. Oh, your face is red, okay? We don't want this. So let's move into the stuff, okay? I have... hygiene and fine. Yeah, this is all the detail that I have. كسر البيت. And then I have this كحول. And then I have كسر البيت. Wipes. Huh? This is what we need for coronavirus. Bye. طبعا
طبعا جميل اليوم انه احنا ايضا نعلم اطفالنا تحمل المسؤوليه واتخاذ القرار ونشر الوعي، راح يعلمهم الاعتماد على انفسهم، واليوم هم فعلا يكونون بالمكان الصحيح ويحمون انفسهم، ممكن ان يكونون مؤثرين بكافه الاطفال حتى يخطون على نفس هذه الخطى الايجابيه. نرجع للحديث عن خطوره فيروس كورونا على الاطفال واهم الفيتامين اللي يجب انه يتناولوا يعني من العمر سنة، لأنه قبل سنة يعني ممكن قطرات، لكن من سنة إلى هم 15 سنة هذه حتى المراهقين هم يعتبرون أطفال. أهم الفيتامين اليوم اللي ممكن يتناولوها حتى تعزز مناعتهم؟ طبعا الغذاء هو جزء مهم في محاربة فيروس كورونا وزيادة المناعة بالجسم. إذا نشوف الناس بالأسواق على الشيبس والنساتل وسائل تلهية للطفل واللحم، لكن هو ممكن يلهي جزر خضروات، الفيتامين سي الموجود بالبرتقال يعصروا له أورنج جوس، ممكن الأوراق الخضرية كلها تحوي على فيتامين سي، الفلفل الأخضر يحوي على كمية فيتامين سي أكثر حتى من البرتقال. يعني عود الأطفال على الخضروات بدل يعني هاي الشيبس، خلنا نبتعد عنها هاي الفترة، والبيبسي وكل هاي المشروبات، لأن هاي تقلل المناعة أكيد بالجسم. زين دكتورة، تأثير الحالة النفسية على الطفل اليوم، إحنا جزء كبار بس إنه نشوف إنه تأثير فيروس كورونا يأثر على نفسنا، نلبس قفازات، نلبس كمامة، دائما نعقم. زين اليوم هذا ممكن انه تاثر على نفسيه الطفل، يعني مثلا تعرف انه هذا الفيروس لازم الى وقت معين وينتهي هذا الفيروس، أكيد. بس بعد انتهاء هذا الفيروس ممكن انه راح تسبب ردات فعل للاطفال. أنا بالعكس أتوقع راح تكون شيء إيجابي، هواي ناس راح تبدي تعقم أكثر، تنظف أكثر، راح يعني تشجع. أنا ما أتحدث إنه فقط على التنظيف، لكن اليوم على العزلة، يعني العزلة ممكن إنه راح تسبب العزلة للأطفال، تسبب لهم توحد. يعني نفرض اليوم مثلاً، اليوم مثلاً زوج وزوجته، نعم، أوكي، وهم عندهم طفل واحد، وهذا الطفل تعرفين إنه جزء إذا يبقى بوحده جزء إنه يصير بتوحد أو يصير يتعامل، هاي ممكن إنه فيروس كورونا اليوم ممكن إنه راح مستقبلا احنا نتحدث ممكن راح يسبب مشاكل للاطفال. ممكن، وممكن الاهل في خلال هذه الفتره يستعملون مواقع التواصل الاجتماعي حتى يتواصلون مع اصدقائهم والاطفال الاخرين اليوم بالمدرسه بالتنسيق ويا الاهالي، طبعا يراقبون هذا الشيء ويمنعون يعني التواصل ليلا، لكن هذا ممكن يخفف عن هذا الاذى، وممكن يعني اذا طول اكثر ممكن يعني يسبب مشاكل نفسيه، لكن لحد الان هو ما صار له فتره طويله بحيث ممكن يؤدي الى فد يعني فد مشكله. طيب اليوم ذكرتي انه ممكن عبر مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام التكنولوجيا، بس اليوم احنا اصلا ثقافه الفرد العراقي انه حتى يتخلصوا من ضوضاء الطفل داخل المنزل يلهو بالتاب او الفون اللي يعني يستخدمه هو، بس ايضا لها تاثير سلبي على اليوم انه مثل ما ذكر زميلي عيسى توحد. طبعا طلعنا بهواي برامج بهذا الموضوع، راح نتحدث اكثر لما ناخذ اول اتصال. الو، صباح الخير، السلام عليكم. مساء الخير. وعليكم السلام. اهلا وسهلا بك عبد الرحمن، من وين؟ سليمانيه. حياك الله. تسلم، تحياتي لك للدكتور. الله يحييك، تفضل. طبعا السؤال موجه للدكتور عادي، كشاب عمري 28 سنه يعني ما استقبل الاكل، يعني اكثر شيء اكل مثلا بسكيت، شربت مواطنه يعني كريم، يعني اكلاتي ضعيفه، ما احب الاكل زايد. شلون انا اتخلص من هالشغله؟ يعني هل استخدم علاج ام يعني اكو شيء غير؟ يعني مثلا خليني افتح الشيء عندي اقوم اكل. طبعا عبد الرحمن طرح سؤال للبالغين الكبار، وحضرتك اخصائي للاطفال. هو التغذيه هي للكبار والصغار، يعني الخضروات والفواكه اللي ذكرتها هي يعني ممكن تكون للكبار والصغار. هو مدمن على الحلويات والشيبس، ما شيبس قصده بالسؤال. اكو عقاقير ممكن تقلل من شهيته تجاه السكريات، يعني هذا موضوع اخر جدا يختلف عن موضوعنا هذا، يعني دايت و يعني ممكن إرادة، قوة إرادة. طيب نرجع لموضوع الكورونا والأطفال اليوم، لي سؤالي اللي هو اليوم قد أهمية أنه توعية وثقافة الفرد والأسرة العراقية حتى يتعاملون مع الطفل داخل هذه الفترة، كون أنه اليوم الأب والأم يتعرضون لضغوط، ضغوط الحجر المنزلي، ضغوط الحياة، وضغوط الأطفال داخل المنزل، وأنت ذكرتي أنه عندهم طاقة واليوم راح يفرغوها بأكثر من طريقة داخل المنزل. فشقد اليوم ساهمتوا، كون أنه أنت حضرت سفيرة الطفولة في العراق، ساهمتوا بنشر
حملات توعوية وتثقيفية مو فقط التكافل الاجتماعي. أي نعم أكيد، هو خلال حملات التكافل الاجتماعي يعني نقوم بتثقيف هذه الفئات، إنه يعني ضرورة التعقيم. أيضا سوينا يعني تعليم الأطفال يعني كيفية التعامل مع كورونا، يعني هذا جدا مهم، هو الطفل من يفهم شنو اللي يصير بيه، شنو الوضع، تبقى هاي التوترات راح تقل مجرد ان الواحد يفهم شنو الوضع البيئي. نعم دكتور، عندنا اتصال من زهير من بغداد. يسعد مساك يا زهير، مساء الخير. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. تحياتي قناه زاجروس، قناه مبدعه ومتالقه بالمواضيع. حياك الله. هذا الموضوع عجبني كلش، يعني خلاني اتحمس بين اتصل عليكم بيه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بك. اقدر اتكلم ويا الدكتوره ممكن؟ اي تفضل دكتوره. وياك دكتورة، بالنسبة للأطفال يعني أنا عندي واحد من الناس عندي أطفال بالبيت، يعني 24 ساعة كامشين الآيباد، يعني لا تقدر تضربه ولا تقدر تحكي وياه، يعني بس شلون التعامل وياهم. أوكي. رغم ما احنا بواقع يعني بواقع كورونا وهذا، بس حتى قبل يعني لما يكمشون الآيباد يفقدون لا أكل لا شرب يعني. أكيد. هو هاي المشكلة طبعا هي قبل في كورونا، يعني احنا طلعنا بهواي برامج. قبل كورونا يعني هذا الموضوع. بس أنا نسيب الله هذا الموضوع، احنا نكيف على واقع. ما يطلعون مثلا يقوم بالبيت. بس قصدي يعني قبل يعني مشكلة يعني. طبعا. الآيباد بعد ما يهدوه. أكيد لازم. أي شيء لا تقدر الضربة، الضربة راح تصير هذية بعد. لا أكيد هو احنا ضد الضرب، لكن هو هذا دوركم هسه، إنه تسوون برنامج للطفل، يعني يشوفون هواياته الأخرى. إذا كان يحب يعزف يرسم خليه يشوف تلفزيون، خليه يشوف برامج تلفزيونية أيضا، يعني هسه دا أشوف برامج الأطفال بها أيضا يطلعون أمور توعوية ممكن. نعم صحيح. أي فيعني تقسمون وقت الطفل إنه هل قد ساعة؟ لا هو كان مش لايباد 24 ساعة، يعني تخيل أنا قد أفرز بالأربع فجر كان مش لايباد. اي مو هذا دوركم انتم، يعني هو مو عنف بس، لكن لازم الايباد يكون يمكم، يعني هو وقت معين للطفل، يعني ما يصير بالليل هو يم اصلا الايباد. اي يعني انتم تخلوا له وقت معين وتطوه اياه وخلوا له مكافاه، يعني اكو شيء هو يحبه يعني تجيبوا له اياه مثلا، اوكي تطوه فد نستلايا او فد شيء، يعني انه هاي مكافاه لان انت يعني التزمت بهذا الوقت، يعني هذا الدور لكم، يعني انتم الاهل، انتم الاكبر، انتم لازم الله. تتحكمون بوقت الطفل يعني مسك الايباد. شكرا لكم. نعم شكرا لاتصالك. نعم دكتوره، نرجع الحديث وياك، يعني هو وتحدث طبعا هذا الموضوع جدا مهم. أي. يعني انه كمش الايباد، ليش انا قلت لك انه ممكن يسبب التوحد، يعني حتى اليوم هاي ممكن جزء اللي تقولين اعطيه نسله او اعطيه جزء فلوس. حتى اليوم قام ما يرضى بيها. صح ما يرضى بيها، تشوف انه قام يترك كل شيء، تشوفي في عزله، لو انه ملتهي في موضوع معين او لعبه معينه، وهاي اللعبه اللي جزء انه اللعبه اللي دا يستخدمها جزء انه لها تاثير سلبي، مثل ما تعرفين انه بالاونه الاخيره ظهرت بعض الالعاب عنيفة. اللي هي لعبه مريم والالعاب الاخرى اللي هي تحد على الانتحار. نعم. وكذلك لعبه الحوت اللي انتشرت الحوت الازرق. نعم. الحوت الازرق وفعلا تم تسجيل حالات انتحار وسجلت حالات انتحار من قبل الاطفال حتى بالعراق ايضا صار. اليوم هو اكو ابلكيشن معين. نعم. يتم متابعته من قبل الاهالي. طبعا انا اتمنى انه بعض من الاهالي يسوون سيرش بالجوجل ويبحثون عن برامج تنصت للايباد مالتهم، يعني تقدر انه تتابع كل تحركاته عن طريق هذا البرنامج. صح. اصلا اكو برنامج يتم وضعه بكل تاب الاطفال حتى مرحله وسن وفئه عمريه معينه فقط مخصصه للاطفال. نعم. بعيد عن العنف. نعم. بعيد عن كل الاشياء السلبيه اللي ممكن. حتى اللي تعجبني انه باليوتيوب وكذلك الجوجل كروم انه بامكانك انه تحدد اعدادات معينه للاطفال. بالضبط. انت بما انه انت كبير فانه انت تعرف شنو الاعدادات المحدده، هو جزء ما يعرف انه شلون انت سويت هذا الشيء، هو مجرد حتى انه اذا يريد يدخل على فد مواقع معينه ما راح يقدر يدخل لها، لان انت محجبه ومخليه وسط نطاق. صح. معين. انا اتمنى انه من كل الاهالي انه يمشون بهذا النطاق وانه يتابعون، حتى كدورات
تثقيفية انه باليوتيوب، بامكانكم انه تتابعون شلون تقيدون هذا المستوى، انه ما تخلون الطفل يخرج عن المستوى المألوف. وبالاضافة انه تتابعون البرامج، اكو بعض البرامج بامكان كل شخص، هسه احنا مثلا ككبار بامكاننا انه ندخل من حاسبة الى حاسبة اخرى عن طريق برنامج تيم فيور، اللي هو بامكاني انه انا اتحكم عن اي حاسبه عن طريق كود ورمز. بالاضافه انا اذا اسوي هذا حسابي اقدر اتحكم بما يقدر 1000 حاسبه، بس انا بمكان واحد ومن حاسبه واحده. اي هو حتى اذا ما قدروا ينزلون هاي البرامج وكلش صعب بالنسبه لهم، مجرد متابعه طفل يشوف يا لعبه دي يلعب فعلا. يعني هاي ابسط شيء يعني ممكن نسويه. المراقبه الدوريه من قبل الاهل على الاطفال هاي مهم جدا، يعني حتى لو مسوي هذا البرنامج يشوف يا من يتصل شلون يتواصل، الصور اللي تروح وتجي هاي جدا مهم، لان ايضا صارت جرائم الكترونيه يعني. صحيح. وزاره الداخليه تتابع هذا الموضوع. نعم. مع الاطفال، فدائما الاهل لازم يكونون بمتابعه مستمره. نعم. دكتوره اولا اهلا وسهلا بيك مره ثانيه. في ظل غياب المؤسسه التربويه والظرف الاستثنائي اللي يعيشه العالم، طبعا هو مقترح وطلب من الناس المعنيين المختصين مثل جنابك ان تسوون فد بروشور تعريفي او تربوي اولياء الامور شلون يتعاملون مع الطفل في ظل هذه الظروف يا عزيزتي. نعم اوكي. وممكن خلال البرامج ايضا يعني هي اكثر ناس تتفرج التلفزيون، اشوف التلفزيون الاعلام انجح من البروشورات، فممكن خلال التلفزيون ننشر حقيقة وسائل التواصل هي توصل للطفل وتوصل لاولياء الامور، يعني صناعه وتصميم بروشور بتفاصيل ممكن. اكيد راح يوصل للناس. نعم اكيد. شكرا لك صراحه. شكرا. نعم اغاني الطفوله اليوم ممكن لها تاثير، دائما تشوفين انه الاطفال يلتزمون باغاني معينه. نعم. تشوفين انه هاي الاغاني ممكن لها تاثير على حياة الطفل بصورة عامة؟ أكيد طبعا الموسيقى الهادئة يعني تخلي الطفل أكثر هدوءا، هدوء نفسيا، لكن الموسيقى الصاخبة أكيد يعني تسبب توتر، وهاي بحوث أيضا ودراسات عليها هذا الموضوع. وحتى الموسيقى الهادئة تخلي الطفل أكثر ذكاء يعني. نعم. موجود هاي فد دراسات وبحوث عن هذا الموضوع. نعم. طيب خليه بس نرجع سؤال أخير اليوم، مدى تأثير أيضا الفيروس على الأطفال الموجودين بالمستشفيات الأطفال الخدج؟ وأكو عناية كافية من قبل وزارة الصحة لهذا الموضوع؟ حاليا يعني الكوادر تحاول تقوم بأقصى ما يمكن في ظل هاي الإمكانيات البسيطة والضئيلة، لكن هي غير كافية. والخدج حسب يعني دراسات الحديثة تبين انهم اكثر فئه عرضه للاصابه لكورونا، فيعني نتمنى السلامه للجميع مع في ظل هذا الوضع الصعب. نعم دكتور زين القرقلي شكرا جزيلا لك وشكرا لتواجدك، نتمنى انه المعلومات هاي المهمه اكيد تفيد المشاهد وكذلك احنا تفيدنا ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا لحضراتكم. شكرا لكم لبرنامجكم وكل شيء. شكرا. نعم شكرا لك. نعم طبعا وصلنا لختام فقرة يا هلا، وكانت معنا سفيرة الطفولة العراقية الدكتورة زينة القرغولي. نلتقونا بعد الفاصل.